الطقس الرائع رائع رائع. رجعت على لبنان اخر نهار قبل عيد الميلاد ب 23، اخذنا السياره وطلعنا قضينا نهار ماركو. انا بلشنا كتير بكير ابو شادي دغري بالاخر طيعك على فرد بيان وين بنروح عند ام بشير، ورح نعمل نهار كتير حلو كتير كتير حلو. عيد الميلاد اليوم تلج بعد ما في طقس مثل ما شايفين، مش لابسين، الشمس حلوه، الهوايات حلوين، وهالريحه النقيه، ريحه الارض الرطبه. اخوات نهار جديد صباح العشيه، اخر تقريبا نهار رح يتصور بلبنان قبل اخر السنه. مشوار كفر دبيان، المنطقه هون فريا بلش هلا. شو في برد؟ برد مين؟ مش عاد بردات فرنسا، بس الدينان بدك تحمي الدينان. بدك تحمي الدينان كثير مهم. لحمه الدينان شو ما تروق، زعتر مع خضره. انت ولا مره بتروقنا لحم عجين ليه؟ بصل لحم عجين لمارك بصير، وزعتر مع خضره لي، وقورمه ولبنه. ايش قورمه ولبنه؟ بلش 4 اشهر. بدي اجي اعرفكم عن بشير. شو بدي اقول؟ بدي اوقف قدامها واقول لها خبرينا عن حالك. بتضحك علي، ما صار لي هون بيجي مدري قد ايه، وكل ما اجي لهون مش عم اسالها زيت السؤال، خبرينا انت مين وين؟ وخبرينا عن سر عجينتك، وهن زيت الاسئله. فاذا عم تحضروا فيديو لاول مره، ارجعوا احضروا فيديو 1 و2 و3 و4 و5 و10، واذا لا ما بدها شيء، ام بشير على الطريق. اخر نقطه بفريا قبل ما توصلوا على كفر دبيان قبل الساحه، توصلوا ايه اخر شيء فريا، اول فريا مظبوط. وبتاكلوا لقمه غير شكل، قرشتها عم تسمعوا، بتعرف تشتغل صح، الزعترات عظيمين، الخضره طازه، الجبنه مع حار التوب، القوارمه وصوته للقوارمه كيف بينزل على الصاج، اللحمه تغنم معليه، اللبنه اللي بتحطها على العجينه مش على الزعترات تما جلغم الدنيا، شغل صح. انت بالتوب 5 زعتر تبعك؟ بالتوب 3 خبرك. وببساطة شغلة اليوم انه حسك ظهرك وجع اخف ومرتاحة. ايه الحمد لله. ووجهك مورد الحمد لله. خير؟ الحمد لله. عدت مرة جيت لعندك كانت كتير موجوعة فزعلت عنك. بحبك، شقت لك كتير. انا كمان يا انطوني، انا كمان. وما حدا بيفهم ليش بحبك ولا قد ما يفهم. شو بعمل؟ طيب شو بنعمل لهم يعني؟ هو بشكل لو قادرين نعمل لهم شيء، بس كلهم بيجوا بيسالوني انطوني ليش بحبك هالقد؟ انطوني ليش بيجي لعندك على طول؟ ليش بحبك هالقد؟ يا عمي محبه متبادله، نحن وانطوني اهل. اول ما فوت بتقول لي كيفك يا ابني؟ هيك هالقد بتحبني. طبيعي. الوقفه على الشباك، الزعتر ببلشوا بالشقفه النصانيه. زعترات كتير رقاق، بيسكوي كتير رقاق، زعترات كتير مرتبين، وتحط خضرة، بطلب دايما لبنة معها. هالبلند بين سويتنس اللي هي شوي فينا نقول لبنة، أسيديتي اللي هي الزعتر، بيسكوي عنا بيسكوي مثل البرشانة، خفيفة على المعدة، خميرة قليل، مي ملح وطحين بس، وكتير حب، كتير 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 حب. عن جد بتعلق عن الارض. ما بدك تدوق هيك شيء؟ لحمه؟ القوارمة هي من المون اللبنانية القديمة، يعني كانوا يعملوها مونة، يحطوا لها ملح زيادة، يحطوها يذبحوا مثلا مرة بالسنة وتضين عندهم كل الشتاء.
طورت شوي مع الوقت، الناس تعرفت عليها، صار تعرفها، صار انا اعملها تتاكا. مثلا قبل كان انا اطبخ، تنقول الكشك مع قورمة، المعكروني، محشي الكوسة، كله ما كانش في لحامة مثل هلا، كله كان ينطبخ بقورمة، مشان كانوا يعملوها مالحة، يحطوها مع الطبخ، ما يزيدولهاش ملح للطبخ، يعني القورمة هي ملحيتها هي تعمل الطبخة. هلا بنعملها عادي خرج اكل، يعني بنحط القورمة هلا، بس اكيد قبل ما كانش في برادات، ما كانش في، يعني ما كانش بدها براد، هلا بدها براد لانه بنعملها ملحة عادي خرج اكل هلا. بس هيدي نحن مسميينها عروسة المنقيش، لانه عن جد الكونتراست بين اللبنة والقورمة عن جد شيء مش طبيعي، وما حدا ضايق الا ما ايه المظبوط، يعني بين السخن والمسقع القورمة واللبنة كثير الكونتراست تبعها شيء مش طبيعي. بعد ما حدا دقيقة إلا ما قال مظبوط هي عروسة المناقيش، بالفعل عروسة المناقيش. هيدي العروس، هيدي العروس الكبيرة، عروسة المنقيش، لأنه القورمة اللي بقلبها أول شيء قورمة تبعها عظيمة، خفيفة، مفرومة صغير، لبنة بلدية هون من الجبل، المنقوشة رقيقة اللي بتنطبخ قبل تتسخن، يعني بتصير العجينة على مرتين على مرحلتين، كرمال آلي روتور من ميلتين، بعدين بنحط عليها اللحمة، تنطبخ مظبوط مظبوط. برانش أسدتي سموزنس مش معقول، مش يعني جد هارت وورمينج. بقلك باي، بقلك أنا بحبك. أنا كمان ما رح طول عليك. أنا كمان وجبني وحار مرتجة إذا الله راد، وسلم كتير يا أهلا مرتجة مع نال. يا أهلا وسهلا فيكم، جيب العيلة.